قبر مريم في القدس ويوم 15 من آب بالإيمان والتقوى وحول الموقع حيث دفنت مريم وانتقلت إلى السماء بالجسد، كما تؤكد لنا تقاليد الكنيسة ومصادر كتابية وعلم الأثر. كنيسة جديدة في بيت حنينة تم تدشينها بحضور حارس الأرض المقدسة، كنيسة جديدة كبيرة تخدم 600 عائلة مسيحية في منطقة مزدحمة بالسكان من ضواحي القدس. قبيلة يسوع حج خاص إلى الأرض المقدسة مؤلفة من كافة أفراد العائلة. بدأت المغامرة من صحراء العهد القديم بين الحماس والجهد والصلاة. القدس في 15 من شهر آب في حر الصيف يحتفل المسيحيون المحليون والحجاج بعيد انتقال السيدة إلى السماء. في بستان الجسمانية في الجزء السفلي من وادي قدرون ينبثق محور الإيمان والتقوى. في داخل هذه الكنيسة المبنية في الفترة الصليبية ووفق التقاليد القديمة يقع مكان رقاد العذراء وانتقالها إلى السماء بالجسد. بالرغم من عدم توفر أي نص قانوني يشير كيف أمضت مريم العذراء السنوات الأخيرة وكيف غادرت هذه الأرض، إلا أنه في مكتوبات بعض الأناجيل المنحولة وتحت عنوان رقاد العذراء نجد معلومات تشير على أن الرسل وضعوا جثة والدة المسيح في بستان الزيتون في قبر جديد وبعدها وجد فارغاً. صحة هذا المكان الموجود داخل الكنيسة الأرثوذكسية الذي يدعى قبر مريم العذراء تتصادف مع مصادر كتابية وأثرية التي تؤكد مصداقيته. آباء الكنيسة كتبوا عن هذا المكان في القرن الخامس، لدينا بعض النصوص الرائعة ليوحنا الدمشقي، وحسب التقليد الشعبي القديم الذي يدعى بالأناجيل المنحولة المكتوبة في القرن الثالث نجد وجهات نظر مختلفة ومخطوطات قديمة. ما نقرأه اليوم هي مخطوطات يونانية تتحدث عن دفن مريم العذراء وانتقالها إلى السماء. لا تعترف الكنيسة بصحة الكتب المنحولة، أي أنها لم تتخذها ككتب مقدسة لأنها لا تحتوي على الحقيقة كاملة، لأنها تدمج أحياناً بأمور خيالية. أما في هذه المناسبة تعتبر مرجعية تشير لإيمان الكنيسة الأولى أي كنيسة القدس في عيد انتقال مريم بالجسد والروح. بعد الظهر من نفس اليوم ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب بيير باتيستا بيتسابالا صلاة الغروب بجانب كنيسة انتقال السيدة العذراء أي في مغارة الاعتقال، حيث توجد رسمة فنية تحت الهيكل الصغير لصورة مريم العذراء المنتقلة إلى السماء. تلا صلاة الغروب الحج مع الأباء الفرنسيسكان إلى كنيسة انتقال السيدة. ساد موكب التطواف جواً من الصمت والتقوى أثناء نزول 48 درجة وصولاً لقبر مريم حيث سجدوا، وبعدها ارتفعت أصوات التراتيل المريمية حسب الطقس الغربي مستوحاة من الألحان الشرقية ومشكلة صدى واحداً من الصلوات التي ارتفعت كالبخور من هذا المكان المقدس على مر السنين الذي ازدحم بالحجاج من جميع الطوائف ومن أنحاء العالم. بعدها دخل الحارس والأباء الفرنسيسكان وجميع الحاضرين داخل القبر الفارغ. إن التقوى والتكريم لمريم العذراء في هذا المكان لم يكف بالرغم من كل التغييرات تحديدا حول القبر الفارغ، نما إيمان الشعب المسيحي في عقيدة انتقال مريم إلى السماء الذي أعلنته الكنيسة عقيدة إيمان سنة 1950. إن الكتب المنحولة حسب ما شرحه الأب بوتيني نشأوا حول قبر مريم ويعتبروا بمثابة وثيقة العبادة المريمية الأولى. في هذه الكتب توجد ألقاب لمريم العذراء كونها أم المسيح وأما للكنيسة، والتساؤل كيف ينبغي أن نتواصل مع الكتب غير القانونية؟ يجب أن نقرأهم وفق إرشادات الكنيسة. لقد أوحوا الكثير من الفن والشعر والتصوف وجزء كبير من الطقوس الدينية، لذا يجب أن يقرأوا بحكمة في سياق الإيمان. تحتوي على أمور غريبة يجب التخلي عنها، لكن انطلاقا من جوهر إيماننا نعتبرها شهادة ثمينة كونها وثائق قديمة. فقط في هذا النهار يسمح للكنيسة الكاثوليكية ترأس صلاة وجيزة
كون كنيسة قبر العذراء تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية واليونانية، بعد أن كانت بحوزة الآباء الفرنسيسكان لفترة وأجبروا على تركها سنة 1757. هذا الاحتفال بهذه الكنيسة وعلى بعد عشرات الأمتار من كنيسة الانتقال في المزار الفرنسيسكاني للجسمانية، يترأس حارس الأراضي المقدسة هذا القداس بمشاركة مسيحي مدينة القدس. الأب بيير باتيستا أشاد في عظاته أن مريم تسبق واقعنا ونصر الكنيسة الجامعة. مريم المرأة التي اختارها الله لبساطتها وتواضعها من خلال النعم، استطاعت أن ترتل تعظم نفس الرب، وعلى مثالها نستطيع إكمال المسيرة. بيت حنينة ضاحية من ضواحي القدس ومنطقة مزدحمة كبيرة تبعد 5 كيلومترات من القدس، هي ذات أغلبية مسلمة من بينهم ما يقارب 600 عائلة مسيحية. بالنسبة لهم كان يوم الأحد الماضي يوماً مهماً، حيث احتفل بإعادة تكريس كنيسة ماري يعقوب، وهو أسم أول أسقف في القدس. 4 أشهر من أعمال الترميم والتوسيع والتجديد التي أعطت للجماعة المسيحية كنيسة متألقة بحلة جديدة. ترأس القداس حارس الأراضي المقدسة الأب بيير باتيستا بيتسابالا بمشاركة ما لا يقل عن 500 مؤمن. بنيت كنيسة ماري يعقوب في أوائل الستينات تحت رعاية حراسة الآباء الفرنسيسكان، التي تشكل امتداداً لرعية اللاتين في القدس، وتعتبر مرجعية أساسية لسكان بيت حنينة. من مهام الآباء الفرنسيسكان الأساسية، إضافة لمشروع السكن للعائلات المسيحية الذي تم بناؤه في السنوات السابقة، أيضاً خلق مكان تجمع ولقاء للمسيحيين وتأهيل البالغين وخاصة الشباب. طبعاً يعني كابن للرعية الواحد بشعر بسعادة كتير كبيرة لما بشوف الكنيسة اللي ربي فيها وتعمد فيها، وكانت يعني أول حياته كانت فيها، شوفها أنه صارت أكبر وترممت وصارت توسع لأكبر عدد ممكن يعني من المؤمنين ومن المسيحيين يعني حوالينا، المنطقة اللي حوالينا من كل النواحي، من ناحية شبيبة هلأ رح نعاود الشبيبة تبعتنا اللي هو بقوي طبعاً الترابط والوحدة المسيحية بيناتنا، ومن النشاط برضو الرياضي لأنه في عنا متوافر زي ما قلت قبل ملاعب، من ملاعب كرة قدم وملاعب كرة سلة. في السنوات الأخيرة عمل مركز تيرسانتا الرعوي على إحياء نشاطات دينية وثقافية، كما قال لنا الأب نروان أن الآن هناك مشروع في تور الإنشاء لبناء ملاعب رياضية وبركة سباحة، مما يوفر فرص عمل جديدة لكثيرين، التي من خلالها تبث للشبيبة القيم الإنجيلية ليكونوا كنيسة الحجارة الحية في واقع متعدد الأديان. أكيد أكيد، في إحنا بنحكي على كنيسة تضم في عددها، في الكراسي الموجودين فيها بعدد أكبر، في التهيئة تبعتها من ناحية التدفئة ومن ناحية التبريد، من ناحية الإضاءة زي ما أنتم شايفين، من ناحية الهيكل اللي هو موجود عندنا هون، من ناحية كل المقومات اللي ممكن إنها تستوعب عدد كبير من أبناء الرعية اللاتينية في بيت حنينة، وطبعا ممكن إنها تستوعب كمان كل المسيحية الموجودين في منطقة القدس. تدعم هذه المشاريع مؤسسة يوحنا بولس الثاني والعديد من منظمات وجمعيات خاصة. المحرك الأساسي لكل هذه المبادرات وحيوية بيت حنينة المسيحية الذي طالما عمل على مساعدة الجماعة الرعوية في القدس هو الأب إبراهيم فلتس، حيث كان هذا آخر قداس له ككاهن رعية قبل أن يتخذ منصبه الجديد في حراسة الأراضي المقدسة. مجموعة مؤلفة من 85 شخصاً من بينهم 25 طفلاً ومراهقاً، هم ليسوا مجموعة عادية تقتصر على مشاركة البالغين أو الشباب فقط، بل تدعى قبيلة يسوع. غادرت إيطاليا لتعيش خبرة حج خاصة في الأرض المقدسة. استوحيت هذه الفكرة من كلمة الأرض، راودتني كلمة قبيلة منذ سنين طويلة وأنا سائر بين الجليل والصحراء. كل مرة وجدت كلمة قبيلة في نصوص الكتاب المقدس يصاحبها كلمة أم وأب وأولاد. بعدها تساءلت حول إمكانية اختبار العيش على الأرض الجرداء تماما كما جاء في النصوص الكتابية، بحضور أفراد العائلة بكاملها، حيث يوجد الأب الأم والأولاد والمسن والشاب. لا شك أنه أمر معقد. نعم،
الحج مع أفراد العائلة ليس من السهل السيطرة عليه، لكن بفضل التنسيق والتنظيم المسبق وبجهد مرشدين ذوي خبرة في الأرض المقدسة يعرفون التعامل مع الشبيبة، يبدو أن كل شيء يسير قدماً وبشكل جيد. لعبنا لعبة البحث عن الكنز في ممشد، هي مدينة قديمة حيث مكثنا في الخيمة بجانب خيام البدو. عندما نصل إلى مكان ما يقوم الأولاد بفعالية منظمة يرافقها أحياناً العمل اليدوي. لديهم نسخة من الكتاب المقدس خاصة بهم تحتوي على نصوص مختارة، فيما أنا أتعامل مع البالغين ومع الوالدين. اختيار الأماكن ومحتوى النصوص بحيث يترك لهم بعد وصدى عائلي. هناك لحظات احتفالية مسائية تجمعنا، وأخرى خاصة نترك المجال للوالدين الاهتمام بأولادهم، ونطلب منهم أن يقوموا بالصلاة مع أولادهم حسب ما عاشوه خلال خبرة النهار. خبرة فريدة وجديدة بالنسبة للعائلات. يتخلل النهار زيارات للأماكن الأثرية وشرح من الكتاب المقدس وفترات راحة، لحظات تأمل وصلاة، جميعهم حجاج ومصلين. نحن حجاج نتبع خطوات إبراهيم ويسوع، نسكن في خيام، نتنقل في مسارات إبراهيم كي لا نتعلق في الأرض. نواجه معاناة ولكننا نعيش خبرة عدم الارتباط في المكان لكي نكتشف أماكن جديدة. نعيش خبرة العبور في مسيرة الإيمان والصلاة من خلال خبرة الأرض الثمينة. إن أول كاتدرائية هي الأرض التي تحمل أبعاد تفوق المزارات التي سنبدأ غدا في زيارتهم. الجزء الأول من الحج لهذه الأسر بدأ في صحراء النقب، صحراء العهد القديم. الغوص في مساحات الصحراء وفي مثل هذا الموقع اختبار حياة الصحراء وكيف عاش الشعب اليهودي فيها قبل دخوله أرض الميعاد، وقراءة قصة إبراهيم وسفر الخروج أتاح لنا الفرصة للدخول في عالم نستطيع فيه فهم العلاقة بين النص وبين الأرض. كل هذه الأبعاد وخاصة عنصر الكتاب المقدس يجب أن تتقاطع مع تساؤلات الأهل والأولاد. خبرة عميقة الواحدة تلو الأخرى. بالطبع هناك مشقات الصحراء بسبب الحر الشديد والعطش ولعدم توفر التسهيلات الموجودة في بيوتنا. هناك بعض الصعوبات، لكن كل شيء يسير على ما يرام، خاصة أنه حج روحي لمسيرة النمو في الإيمان. استخدم مع المجموعة أسلوب إحضار الطعام ومعداته إلى الخيمة. نقوم بتحضير الطعام. قد يتذمر البعض لماذا نأكل دوما من نفس الطعام؟ وأنا أخذ كتاب سفر الخروج وأقرأه على مسمعهم كيف تذمر الشعب اليهودي من أكل المن. ألفت نظرهم إلى مدى التشابه، التذمر من أكل نفس الخبز والتذمر من أكل نفس المن. يوجد تشابك مستمر نعيشه كل يوم. أحياناً ينقص الماء أو تكون الماء ساخنة وليست باردة في مثل هذا الحر. نعيش تشابك مستمر ولكنه ينور حياتنا. نكتشف كم هو جميل العودة إلى بيوتنا حاملين نور كلمة الله ونور المكان المقدس.